نضرب مثالا حيا، قامت بعض الشعوب، بعض الجماعات، بعض التنظيمات في ثورات وقيام على بعض الحكام ففشلوا، وهدرت سفكت الدماء وهدرت الأموال وتشرد العالم. هل يجوز إنسان يعيد التجربة نفسها؟ ها، المفروض ما يعني. أنت شفتك رأيتم هذه التجارب ماذا صنعت وما هي آثارها السلبية. المفروض أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.